دلوقتي جت ميعاد فقره ترند اونلاين، وعندنا مداخله عبر سكايب غايه في الاهميه مع الاستاذ الكبير والاعلامي الكبير والصحفي المغربي الاستاذ محمد امين حامد. برحب بيه في البدايه استاذ محمد، اهلا بيك منورنا. شكرا، انا اللي متشرف لي الشرف الكبير اكون مع اخواني واشقائي في مصر اللي اشتقت كثير الاصدقاء، لدي كثير اصدقاء هناك. شكرا، شكر كبير للمقدمة الجميلة، وأتشرف أخي أمير، شكرا للاستضافة. منورنا بكل تأكيد. وبما ان خلاص العد التنازلي بدأ لدور نصف النهائي في بطولة دوري ابطال افريقيا، مواجهتي الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، بالتالي عايز اعرف كيف يتابع الاعلام المغربي والجماهير المغربيه كل ما يحدث بالنسبه للاهلي والزمالك على مدار الفتره اللي فاتت، وانا عايز ابتدي بالاهلي تحديدا وانطباعات الشارع المغربي عقب تولي مستر بيتسو موسيماني مدير الفني الجنوب افريقي للفريق. لو سمحت نأخذ المسألة بصفة عامة. اتفضل. الفرق بين الشارع المصري الأهلاوي الزمالكاوي والشارع البيضاوي المغربي هو أن الوداد والرجاء لا زالوا يتنافسون على لقب بطولة هذا الموسم، على بالظبط. درعة الموسم لحد الساعة مع النتائج المتوالية. يعني كل يعني أي أسبوع هناك تغيير في الترتيب، ما عدا هذا الأسبوع فتم تغيير في الترتيب، تم أن هناك فرق بين الوداد ونهضة بركان والرجاء فقط نقطتين، وهناك فقط نقطة كفارق، يعني مقابلة تكون كفارق، وبالتالي الدوري المغربي سيلعب حتى آخر دورة، اللقب لن يحسم مصير اللقب إلى الدورة الثالثة. وبهذا اهتمام الجمهور الرجاوي والودادي منقسم نوعا ما، تمام. ومهتم أكثر بلقب الدوري نظرا لأن المنافسة بين القطبين، ولكن لديه متابعة كبيرة لأخبار قطبي الكرة المصرية، وخاصة كما تفضلت نادي القرن بدون مجاملة. ليس لأنني ضيف على قناة الأهلي، ولكن هذا اعتراف منا بقوة نادي الأهلي العظيم الذي نتمنى له الازدهار والمزيد من النجاح والتوفيق بكل صراحة. نادي الأهلي لديه شعبية وحب كبير لدى الجمهور المغربي بصفة عامة. أكيد. بالتالي تعيين مستر بيتسو موسيماني كيف استقبله جمهور الوداد تحديدا، وخصوصا ان كان في مواجهات كتيره جدا قبل كده ما بين الوداد وسان داونز في بطولات افريقيه مختلفه، انطباعهم ايه عن تواجده في الاداره الفنيه للنادي الاهلي؟ طيب حاعطيك انفراد. بيتسو موسيماني كان من بين اكبر الاسماء التي تطالب بها الجماهير الوداديه. فعلا قوه بيتسو موسيماني، قوه بيتسو موسيماني هي العلاقات الشخصيه. رجل ذكي جدا في التعامل الشخصي. لما جاء إلى المغرب كان قبله أصدر بعض التصريحات فقط للتأثير على محيط الوداد، ولكن لما جاء بطريقة سحرية استطاع أن يذوب كل الخلافات وأن ترجع الخلافات صداقة وحب كبير بينه وبين جماهير الوداد، وأعلن نيته في أنه ينوي أن يأخذ تجربة بشمال إفريقيا. لم يحدد، لكن كان له حب وود كبير مع لاعبي الوداد، مع جمهور الوداد. حتى عندما أصيب أحد لاعبي الوداد، هما لاعبين، فكان بيتسو موسيماني من أول من يسأل على اللاعبين ويتمنى لهم الشفاء. إذا بيتسو موسيماني هو إنسان كان له شغف كبير أن يأتي إلى شمال إفريقيا، تأتى له ذلك وتأتى له حلمه من بوابة الأهلي النادي الكبير، لأن العقد الذي كان سيكون مثلا مع الوداد ليس هو مع الاهلي، الاهلي راتب اعلى اظن 125 الف دولار الى جانب الطاقم. الجمهور الوداد الان هو بين التفاؤل نظرا لان ارقام الوداد على بيتسو هي اعلى بالزبط. في المواجهات المباشره، ولكن يعرف جيدا ان الان بيتسو يمتلك فريق لديه التجربه والخبره والحنكه الافريقيه، عكس سان داونز. ولو انه فاز بعصبه الابطال مع سان داونز، انما الكره الجنوب افريقيه هي كره لها سمه للعب من اجل اللعب، لان الرياضه الثالثه هناك بجنوب افريقيا، وبالتالي ليس هناك ضغط اعلامي، ليس هناك ضغط جماهيري، ليس كمصر، ليس كالمغرب، ليس كلاعبي الاهلي المصري. وبالتالي الجمهور المغربي الان والوداد يعرف أن بيتسو موسيماني لسان داونز ليس هو بيتسو موسيماني الأهلي المصري، لأن الآن سيستفيد من تجهيزات الأهلي، من خبرة الأهلي، من إدارة الأهلي، ومن شغف الأهلي في أن بالإضافة يفوز لكفاءته بعصبة طبعا. الأبطال.
لا تناقش كفاءتنا، لا أناقش كفاءة بيتسو، أنا أتكلم فقط على الفرق بين بيتسو موسيماني كيف نرى نحن المغاربة أمام مع جنوب إفريقيا. مع جنوب إفريقيا هم يتميزون باللعب البرازيلي، بالضبط. اللعب البرازيلي، الكرة في الأرض والكرة الفرجوية، ولكن بالنسبة لهم النتائج ليست مهمة في كرة القدم، لأن الضغط الذي يقع على رياضة كرة القدم ليس كالركبي، ليس كالكريكيت، كرياضات أكيد أخرى أكيد هي المشهورة، هي الأولى بجنوب إفريقيا. بالضبط. في مصر لا، في تمام. مصر الآن تتوفر لها التجربة والإمكانيات، وعلى ضغط كبير من إدارة الأهلي وجماهيره، والأهلي ونادي ألقاب ولديهم التجربة والخبرة الكافية لربح ألقاب. وهذا الفرق الذي سيزيد هذه المواجهة المقبلة بين الأهلي المصري والوداد الرياضي الذي غير كذلك الجهاز الفني أكيد سيزيدها إثارة، حدة، ندية وقوة، ووجود بيتسو موسيماني المحبوب جدا من طرف جماهير إدارة ونادي الوداد الرياضي. طيب، في بداية كلام حضرتك أنت اتكلمت على أظن أنني شافي وكافي. طبعا اكيد تفضل. ماشي. في بدايه كلامك في المداخله اتكلمت على مواجهات بطوله الدوري المغربي وقد ايه في نديه وقوه ومنافسه قويه جدا. عايز اتكلم بالتحديد على الوداد والرجاء والمنافسه على بطوله الدوري، هل ممكن تاثر بشكل سلبي على استعداداتهم لمباريات دور نصف النهائي؟ شوف، ما فيهاش شك، الرجاء يوم امس فقد ثلاث لاعبين، ثلاث لاعبين، وفقد قبل تلك المباراة لاعب مهم اللي هو الشاكر، يعني أربع لاعبين رسميين، وبالتالي هناك شكوك حول نوعية وخطورة إصابتهم، يعني هل سيغيبون أسبوع، أسبوعين، ثلاث أسابيع، الله أعلم، الله أعلم. والوداد الرياضي كذلك يمني النفس أن يستعيد بعض لاعبيه المصابين، نحن في موسم استثنائي، أكيد موسم الكوفيد، موسم كورونا هو موسم استثنائي، اللاعبون منهكون، المسيرون منهكون، وهناك إجهاد بدني كبير لنهاية الموسم كما هو الحال بمصر. الفرق الأهلي المصري الآن كسب الدوري، ليس له رهان، عنده أريحية نسبيا، آخر باستثناء عصبة الأبطال، وبالتالي بيتسو الآن هو مركز على دوري الأبطال. الوداد لا، الوداد يريد أن يكسب الدوري أو يضمن مكان في عصبة الأبطال، بالضبط، يعني الصف الثاني، ولديه مشكل إصابات بعض اللاعبين الذين هم مفاتيح ككومارا، كداري، كذلك بابا توندي، وهم لاعبين مؤثرون، نصير سعيد يرجع من الإصابة، هذو خمس أو ست لاعبين لدى فريق الوداد. نحن في موسم استثنائي، موسم كورونا، ولكن هذا لا يمنع الوداد مع حسين عموتة الذي كان خصمه الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، صح، مدرب منتخب مصر، الوداد فقط 13 لاعب، 13 لاعب في الوداد استطاع أن يفوز باللقب بين الذهاب والوداد، ولكن لا ننسى كانت هناك مهارة كبيرة في الفريق بين أول نجم والحداد وبن شرقي، طبعا الذي أصفه بأن أحسن محترف في الدوري المصري، وكذلك وليد كرتي. هل حال الأمس وحال اليوم وحده الملعب ومن سيجيب، ولكن هي نصف نهاية قوية وقوية جدا، ولن أخفيك سرا بأن الوداد يطمح باللقب، ولكن عينه على مواجهة عصبة الأبطال، إنما صراعه مع الغريم، مع منافس التاريخ الرجاء، يستنزف قواه، وهذا أمر طبيعي، لأن أن تصارع فريقا غير الرجاء أو الوداد أو عكس ذلك بينهم، ممكن المجهود يكون أقل، المجهود النفسي، الذهني، الإرهاق، لأن هناك ضغط جماهيري رهيب. الآن المنافس هو الرجاء، وهو منافس تاريخي، منافس جماهيري، منافس عاطفي بالنسبة للجماهير. الجمهور الوداد لن يتقبل أن ينهزم أمام الرجاء وعكس ذلك، وبالتالي هناك استنزاف كبير لقوى الوداد الرياضي بالنسبة لمنافسة على اللقب. بالتالي عايز أسألك عن توقعاتك لطرفي المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، من وجهة نظرك تتوقع مين؟ صعب صعب صعب, صعب. أنا كمغربي بدون نفاق، بدون نفاق، لن أكون مجاملا، أتمناها مغربية أكيد زي ما احنا نتمناها مصرية، ده أمر طبيعي جدا. أوكي، لكن أنا بتكلم كمعطيات شيء من وجهة نظرك ومن خلال متابعتك. خلينا نكون واقعيين، بالنسبة للتجربة، الأهلي والوداد هم أكثر تجربة حاليا، حاليا الجزئية دي أنا عايز أتكلم معاك في الجانب الفني تحديدا، هل الاستقرار الفني عند فريق الرجاء ممكن يرجح كفته في البطولة؟ على أين الرجاء لديه مقومات لفريق
تحدي. الرجاء لديه مقومات فنية عالية، إنما مؤخرا الضغط ساهم في تأخر بعض النتائج. الرجاء تعادل يوم أمس بالدار البيضاء أمام نهضة بركان بالفوز مباشر على اللقب، وكان متأخرا حتى الدقيقة 95 بالضبط بالضبط، ولكن هذا لا يمنع سفيان رحيمي جاب جون في الآخر في الدقيقة 95 و30 ثانية، يعني على بعد 30 ثانية من نهاية المباراة مع وقتها بدأ الضحك. شوف الجزئيات الفنية في هذا النوع من المنافسات لا نعطيها قيمة كبيرة. لماذا؟ لأن هذه المنافسات يلعب فيها العنصر البشري والنفسي أكيد. عامل أكبر وأقوى، ليها حسابات مختلفة، ليها حسابات مختلفة وغير غير مفهومة، وفي بعض الأحيان غير منطقية. أكيد أستاذ محمد، يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القائمة في الحقيقة، وهذه الإضافات اللي قلتها لنا بخصوص طبعا الاستعدادات وكل ما هو يخص مباراة دور نصف النهائي ما بين الرباعي الكبار في القارة الأفريقية، أهلي زمالك ووداد ورجاء. بنشكره شكرا جزيلا الأستاذ محمد أمين حامد، الإعلامي المغربي والصحفي المغربي الكبير، كان معنا عبر سكايب وكلمنا معاه في تفاصيل مهمة جدا، خصوصا خلاص أن مباراة أو مباريات دور النصف النهائي بشكل عام اقتربت بشكل كبير في مواجهة مصرية مغربية ما بين أربع فرق.